أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الأحد الصطيفو يقول إن هناك عودة للملف السوري على طاولة المجتمع الدولي، وأن شهر أيار الماضي شهد العديد من النشاطات حول القضية السورية. التحالف الدولي يسمح بإدخال المواد الغذائية إلى مخيم الركبان عن طريق الأردن لمدة عام كامل، على أن يقوم هو بتسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم الذي يعاني من حصار خانق. وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة تصدر قراراً بتحديد سعر شراء القمح للموسم الزراعي الحالي عند 475 دولاراً للطن الواحد. الدفاع المدني السوري يوثق مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر حادثي سير في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة لإخماد 6 حرائق خلال 24 ساعة الماضية. فريقاً من العلماء البريطانيين يكتشفون إحدى أقدم المدافن الإسلامية في بلاد الشام في موقع أثري في السويداء، يعود تاريخهما إلى عهد الخلافة الأموية. وريث عرش بريطانيا الأمير تشارلز يصف خطة الحكومة البريطانية ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها مروعة، وأن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة.